مشاهدينا الكرام بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحيات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا ومنورنا الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. نبدأ جولتنا الإخبارية من خبر الحقيقة امبارح أسعد يعني كتير من الشعب المصري، لأنه خبر احنا كلنا كنا مستنيينه ولمس الحقيقة واقع كل المواطنين المصريين بيعيشوه. كان مطلب رئيس عبد الفتاح السيسي كعادته وجه برفع الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه، وجه كمان بإقرار علاوتين بتكلفة حوالي 8 مليار جنيه. الأولى هتبقى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودي هتبقى بنسبتها 7% من الأجر الوظيفي. الثانية علاوة خاصة للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وخلال اجتماع الرئيس امبارح مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدد من المسؤولين، السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح ان الاجتماع كمان تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وتضمن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة حوالي 18 مليار جنيه. سيادته توجه بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وده لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم بيوصل إجمالي لحوالي 3.1 مليار جنيه. ووجه أيضا بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، كمان تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة أو الأساتذة المتفرغين. وجه الرئيس بضم تخصصات طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض للقرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز اللي بتصرف ليهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. قرار يا أستاذ حسن تضمن فئات كتيرة من المجتمع المصري، بس خليني هاخدها فئة فئة. يعني احنا بنتكلم، لو بنتكلم عن موظفين سواء المخاطبين او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، عندنا علاوتين هيتم زيادتهم ليهم. القطاع الخاص بيه الاطباء الاسنان والعلاج الطبيعي، التعليم بقى ده خلينا سؤال لوحده. فشايف الـ يعني التوقيت والمبالغ اللي موجودة للموظفين. شوفي انا هقول لك حاجة، في الحقيقة أنا كواحد كمواطن مصري لم أكن أتوقع مثل هذه الزيادات دفعة واحدة، وإن كان الشعب أو الموظفين يستحقونها طبعا، لأنه في الحقيقة أنت لو بصيتي لتاريخ المرتبات في مصر، يعني مثلا جيلنا احنا تعين ب 25 جنيه في الشهر. صحيح. كنت خريج كلية إعلام وتعينت في الصحافة وب 25 جنيه شهريا. 25 جنيه برضو كان ليهم قيمة. يعني انا بقول لك يعني، وكنا عشان نوصل لل 100 جنيه دي خدنا جولات، وانا كنت عضو مجلس نقابه الصحفيين، وخدنا قرار برفع بالاتفاق مع رؤساء المؤسسات الى 105 جنيه. وكانت مشكله في هذه الفتره انك ترفع المرتب. ففي الحقيقه احنا بنقول ايه؟ ان هذه القرارات انا بعتبر انها قرارات مهمه جدا. والناس تستحق في ظل هذه الظروف. لكن ده بيؤكد ايه؟ هذه الحزمه الكبيره انا بعتبر لانها متعدده. سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ام لا، يعني في الحقيقه هي علاوه معقوله الى حد ما، 7% للمخاطبين و13% غير المخاطبين، ده شيء مقبول جدا. لكن ده دليل على ايه؟ الحزمه دي لما اتخذت لم تاتي من فراغ، وانما من قوه الاقتصاد المصري. اذا لم يكن اقتصادك متين كان لا يمكن الدولة المصرية تتخذ مثل هذه القرارات. لأنه في الحقيقة لو رجعنا لورا شوية هنلاقي أن إصلاحات الاقتصادية أو إصلاح المسار الاقتصادي المصري تحمل تبعاته وقسوته هو الشعب المصري. صحيح. فبالتالي في الحقيقة الرئيس مدرك تماما، ودائما يقول الشعب المصري تحمل وصبر. فبالتالي عندما تأتي اللحظة لجني الثمار، الرئيس على طول فورا بيقوم باتخاذ قراراته المناسبة للشعب والإصلاح أحواله. ففي الحقيقة قوة ومتانة الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وفي ظل التحديات الصعبة، هذه القرارات بتمثل
يعني خطوة رائعة جدا بتصب في خدمة جموع العاملين المصريين. ودي مهمة لو بصينا حتى في الحقيقة نقطة الأطباء. الأطباء بذلوا جهود جبارة وضخمة جدا، وكان من الطبيعي أن يحصلوا على هذه الحقوق. وفي الحقيقة الرئيس راعى ظروف الأطباء تماما، وراعى ما يضحونه ما يقوم به الأطباء من خدمات للمواطنين، وراعى أيضا المخاطر اللي بيتعرض لها الأطباء. ومش الأطباء فقط، أيضا كان قرار جميل جدا اللي هو الخاص أيضا بضم الكفاءات الامتياز الأخرى زي التمريض وزي أطباء الأسنان وزي العلاج الطبيعي، لأنهم كلهم بيمثلوا فريق وجيش أبيض في الآخر بيبذل جهد كبير في خدمة المواطن المصري وفي خدمة علاج المواطن المصري ورعايته صحيا. في الحقيقة هذه الفئات تستحق هذا، وأنا أعتقد لو أتيحت الفرصة للدولة المصرية للمزيد هتعمل المزيد. الحاجة الثانية أيضا، لما الجزء الثاني اللي اتكلمت فيه الخاص ب 30 تعيين 30 ألف عامل، 30 ألف معلم. أنا عايز أسأل في دي، هو إحنا بقى كده هنرجع الناس اللي هم خريجين كليات التربية إن هم يتعينوا تاني زي ما كان بيحصل؟ أعتقد لا، مش كده، لأن هيبقى فيه برضه تدريبات وفي اختبارات، مش عن طريق القوى العامله بشكل مباشر. لا مش عن طريق القوى العامله، بس اتاحت. يعني احنا كان كليه التربيه بقى لها فتره ما كانش فيه تعيينات. ما هو ده اللي انا هقول لك النقطه دي، ويمكن وزير التربيه والتعليم الدكتور فرشة اشار اليها. في الحقيقه عمليه تعيين 150 الف معلم على مدى 5 سنوات بمعدل 30 الف كل سنه. هو في الحقيقه ده نتاج ايه؟ ان وزاره التربيه والتعليم محتاجه الى مدرسين، محتاجه طبيعي. الى معلمين منذ فتره طويله، ولا يمكن اصلاح منظومه التعليم الا بالارتقاء بمستوى المدرس او المعلم، وايضا تعديل المناهج، وقطعنا شوط كبير فيه. لكن لما تيجي لتعيين 30,000 هيكون في مواصفات لهؤلاء. لانه في الحقيقه هنا في الواحد يجب ان نتوقف. لو تابعت ما حدث مؤخرا في بعض السناتر بتلاقي في سنتر في حوالي 500 طالب، ومدرس بيشرح الدرس والطلبة بتخرج فاهمة وواعية، وفي إقبال على السنتر اللي فيه 500 صحيح. طالب. طيب إذن هناك مدرسين أكفاء قادرين على إفهام الطلاب أو الأداء الجيد. طيب ليه احنا بنقول مدارسنا مقدسة وان الطالب ما بيفهمش، رغم ان الفصل ممكن يبقى فيه 50 أو 60 أو 70 بينما في السنتر 500 وبيفهموا؟ هنا يجب ان احنا في حاجة غلط يجب اصلاحها. اذا كان عندنا مدرسين بهذا المستوى وقادرين على النقل الصحيح والفهم الصحيح للطلبة من خلال السناتر، طب ليه ده ما ينتقلش المدارس؟ تاني حاجة، أنا لما أقول 30 ألف مدرس في السنة، في الحقيقة ده رقم مش قليل. لا رقم رقم كبير جداً. مش قليل مش قليل، لكن ده احنا بنقول بقى هنا ايه؟ مواصفات المدرس. عشان كده الدكتور شوقي مواصفاته الكفاءة الدكتور شوقي عمل حاجة، ان هو بدأ ينسق مع كليات التربية زي ما حضرتك ذكرتي. التنسيق، ان كيف يكون هناك تنسيق بين كليات التربية والمعلمين ووزارة التربية والتعليم لتخريج أجيال تتوافق مع سوء التدريس. صحيح. إن يبقى المدرس يتخرج مؤهل للتدريس سواء كان ابتدائي إعدادي ثانوي. فإحنا لكن أنا عايز أقول لك حاجة، إنه إذا أحسنت انتقاء المدرس من خلال التدريبات ومن خلال الاختبارات اللي يجب أن تكون بشفافية ونزاهة كاملة حتى نختار المدرس الأصلح اللي بيحب المهنة فعلا. صحيح. لأنه إذا لم يحب مهنته لا يمكن أن ينقل الدروس بأداء جيد إلى الطلاب. صحيح.
نروح لخبر اخر ايضا، لان كان في امبارح اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه وعدد من المسؤولين. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح ان الرئيس اطلع على التفاصيل الخاصه بمشروع انشاء مصنع للضمضمات الطبيه عاليه الجوده، وده بالمشاركه او بالشراكه مع الخبره الكنديه ووفق اعلى المواصفات الدوليه المعتمده للمساهمه في تغطيه الاحتياجات المحلية ذات الصلة. وجه الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج. هي الموضوع ككل واهتمام الدولة بفكرة الصناعات الطبية الآن، واحنا عندنا دلوقتي يمكن صناعات بقى خاصة، احنا عايزين نعمل توطين لصناعات الأدوية في مصر، توطين للقاحات، صناعة اللقاحات، وبالتالي وجاية دلوقتي هي المستلزمات الطبية. فكرة كمان ان الرئيس مش موجه يعني بان احنا ننتج بس، احنا عايزين نزود الانتاج عشان نصدر. بالظبط، شوف حضرتك حاجة، ولو بصيتي اللي في الحقيقة في رؤية صائبة جدا للدولة، ودائما الرئيس السيسي بيركز على توطين الصناعات. صحيح. سواء شفنا قد إيه كان في اهتمام كبير بتوطين صناعة السيارات في مصر، وفي الحقيقة وبتروكيماويات يعني أنواع كتيرة من الصناعات الرئيس بيحرص على توطينها في مصر. ليه؟ لأن ده في الآخر بيصب في خدمة الاقتصاد القومي المصري، وبيفتح مجالات وفرص عمل جديدة للناس. كل مشروع بيقام بيفتح فرص عمل جديدة للمواطن المصري. في الحقيقة لما تيجي الضمادات الجراحية، ده مشروع مهم جدا. ليه؟ لأنه النهاردة هذا المجال دخل فيه النانو تكنولوجي، بقى فيه تطور جدا في هذا النوع من الضمادات الجراحية أو في الخدمة الطبية. لما نيجي طب نقول للرئيس أدرك هذا الموضوع مبكرا، لأن احنا في الحقيقة محتاجينه تماما. محتاجينه ليه؟ لأن أنت عندك في بسبب حوادث السيارات أو حوادث الطرق أو ما نتعرض له من بعض الأزمات الصحية، هنجد أن احنا فعلا في حاجة إلى هذا المشروع ولزيادة الإنتاج، مش كده وبس، ولابد أيضا من المشاركة في تصديره، لأنه ده أصبح مهم جدا في العالم النهاردة. بقى في ابحاث بتقول وفي فعلا دخلت النانو تكنولوجي في هذا المجال، اصبح في نوع من الضمادات ممكن تغني عن العمليه. يعني ناس كتير جدا كانت بتموت على الطريق بسبب نقص في الضمادات الجراحيه، لانه في الحقيقه من الممكن الضماده بتقوم بعمل مهم جدا لوقف النزيف، عمل الاسعافات الاوليه، لا وقف النزيف بالتحديد كمان. لان النهارده التطور في هذا المجال اصبح ضروره حتميه، لانه اصبح مهم جدا، لانه ياما ناس سقطت على الطرق وفقدت حياتها. صحيح. ففي الحقيقه هذا المشروع مهم جدا لمصر وايضا لافريقيا، لان احنا هنستطيع من خلاله ان احنا نصدر للدول الافريقيه. يمكن زي ما شفتي ان مصر ما استوردتش اللقاحات بس في ازمه جائحه كورونا، وانما لجأت الى تصنيع اللقاحات. صحيح. وشفنا مش كده وبس، وانها هتصدر الى بعض الدول في مجال اللقاحات. فمصر في الحقيقه انا شايف ان توطين الصناعات في مختلف المجالات ده مش بيصب في خدمه المواطن المصري او الاقتصاد القومي فقط، وانما ايضا بيصب في قاره في خدمه افريقيا ككل، وده اللي بيركز عليه الرئيس، ان مصر اصبحت قويه ومصر قادره. صحيح. خلونا نروح بقى لمتابعه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لمنظومه التامين الصحي الشامل بمحافظات المرحله الاولى، وده كان بحضور عدد من المسؤولين. رئيس الوزراء اشار ان في اهميه كبيره بتوليها الدوله لمنظومه التامين الصحي الشامل، وده باعتبارها ركيزه اساسيه لتحقيق اهداف ومبادئ خطه مصر للتنميه المستدامه 2030 فيما يتعلق بمحور الصحه. استعرض مسؤول متابعه المشروعات بمجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومه في محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، جنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية،
والأقصر، وتمت الإشارة لموقف أعمال تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد تحديدا اللي بتضم مستشفيات بورسعيد العام والمبرة والنساء والولادة والتضامن ومستشفى 30 يونيو والصحة النفسية، واللي بيتم فيها تقديم الخدمات لمواطني المحافظة. فكرة استعراض منظومة التأمين الصحي الشامل واللي كانت محافظة بورسعيد يعني الأساس في انطلاقها، الاهتمام الدولة ان احنا عملناها بس مهتمين بالتطوير فيها كمان، مش عملناها وسبناها. لا ده انا يمكن في الحقيقة انا عايز اقول لك حاجة مهمة جدا. من اعظم المشروعات المصرية هو التأمين الصحي الشامل. مصر في حاجة فعلا لهذا النوع من التأمين الصحي الشامل، وده تنبه إليه الرئيس عبد الفتاح منذ أن تولى زمام القيادة، زمام الدولة. ليه؟ لأنه في الحقيقة في فجوة كبيرة بين بعض المستشفيات، وفجوة كبيرة في العلاج بين بعض الطبقات الفقيرة أو الطبقات المهمشة والطبقات الثرية. هذا المشروع أنا بعتبره من أعظم المشروعات المصرية القومية. ليه؟ لأنه هيوفر الخدمة العلاجية والرعاية الصحية لكل مواطن مصري بلا تفرقة وبلا تمييز. لا تفرقة بين القادر وغير القادر، حتى الدولة هتتحمل الأعباء لغير القادرين. فبالتالي كل مواطن هتتاح له الفرصة العلاج اللائق له وأسرته. صحيح. فبالتالي أنا بعتبر أن ده وده اللي بيتطبق في بعض الدول الأوروبية المتقدمة. فبالتالي أنت هذا المشروع أنا بعتبره انه لم ياخذ حقه حتى الان في الاعلام المصري، هو محتاج ان احنا لانه فعلا محتاج التركيز عليه كوسائل اعلام. صحيح. لان ده هيمثل طفره كبيره جدا في مجال الرعايه الصحيه او العلاج. فانا بعتقد ده من اعظم المشروعات. يمكن احنا كنا في البدايه تم كان اعلن عن تطبيق هذا خطه لتطبيق المشروع على مدى 15 سنه ويغطي أنحاء الجمهورية. النهاردة الرئيس نزل من 15 إلى 10 سنوات. سنوات وبدأنا في مرحلة أولى بدأت التنفيذ، بس ده ما يترتب عليه بقى إيه؟ تأهيل المستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة وتجهيزات طبية لائقة، منظومة كاملة في النهاية هتحقق هدف مهم جدا وهدف نبيل، وهو الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطن. صحيح. المصري، لأنه في الحقيقة ما زالت هناك بعض المستشفيات غير مؤهلة لتقديم الخدمة المناسبة للمريض. صحيح. نروح لمنتدى شباب العالم، والحقيقة كان امبارح في تقرير أصدرته إدارة المنتدى خاص بالإشادات الدولية الواسعة جدا من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم بعد انتهاء فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة. في إطار التقدير العالمي لمنتدى شباب العالم كان زي ما قلت لحضراتكم مجموعة كبيرة من رؤساء الدول زي جورج فيلا رئيس مالطا على المنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية، لا سيما في الوضع الحالي القائم اللي بتمر به الإنسانية. ووصف المنتدى أن هو مثال رائع لكيفية المواجهة العالمية للأزمات اللي بتواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع. وكمان كان في عندنا رؤساء كتير جدا وضيوف من اللي كانوا موجودين داخل المنتدى وحضروا الجلسات والموضوعات اللي تم تناولها داخل المنتدى وأشادوا هذا المنتدى. يعني تنظيم المنتدى النسخة الرابعة في ظل الظروف اللي بيعيشها العالم، والحقيقة احنا شفنا مش بس الجلسات الحوارية ده، حتى الفن اللي تم تقديمه والقوة الناعمة اللي تم تقديمها جوه المنتدى واللي لمست مشاعرنا كلنا، لأن الحقيقة الإنسانية كلها والبشرية كلها بتعيش في أزمة. شوفي أنا هقول لك حاجة، منتدى الشباب في نسخته الرابعة السابقة بشرم الشيخ أنا بعتبره إنجاز كبير جدا، إنجاز رائع ونال استحسان الجميع وحظى بإشادات عالمية زي ما حضرتك ذكرتي، وآخرهم السفير الأمريكي امبارح. صحيح. بالأمس. في الحقيقة هذا المنتدى هو أكبر منصة عالمية للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم واقتراحاتهم للنهوض بالمجتمع، ليس فقط المجتمع المصري وإنما أيضا امتد إلى المجتمع الأفريقي
حتى الشباب الأجنبي حمل أفكار جديدة ربما تخدم مجتمعاتهم مستقبلا. صحيح. ففي الحقيقة أنا بعتبر أنه منصة عالمية للحوار، مش كده وبس. وأنا عايز أقول لك حاجة، مش بس الشباب اللي بيستفيد من هذا المنتدى، وأنا أيضا مسؤولي الدول بما فيهم رؤساء الدول استفادوا من هذا المنتدى. ليه؟ زي ما يمكن بعض السفراء قالوا، ومنهم السفير الأمريكي قال أيضا، إن هم هذه اللقاءات الشبابية بيبقى فيه نوع من تبادل الأفكار بين الشباب وبين القيادات. صحيح. وأيضا إذا كان الشباب بياخد خبرة وبياخد أفكار، إلا إن أيضا حتى المسؤولين بيستفيدوا إيه؟ بيشوفوا الرؤية المستقبلية للشباب القادم. صح. اللي هيحكم بلدانهم فيما بعد. فبتبقى فرصة ليس فقط للحوار، وإنما لمعرفة مستويات وكفاءات الشباب اللي هيحكم الدول مستقبلا. دي حاجة. الحاجة التانية أيضا إنه الشباب المصري بيتحول إلى قوة ناعمة لما بيتبادل مع أفكار مع شباب أجنبي أو شباب بيمثل دول أجنبية. أنا أعتقد بيبقى لديه القدرة بعلمه وفكره على التأثير في هذا الشباب، فبالتالي بيعتبر قوة ناعمة فاعلة بتفيد في مجتمعه وبتؤثر في الآخرين. صحيح. فأنا بعتقد أنه في الحقيقة حتى كل من تابع هذا المنتدى أدرك أن هناك شباب مصري واعي قادر ملم ومثقف، وأنا بعتقد أن ده شيء مبشر جدا بيؤكد أن لدينا شباب كسر قادرين على تحمل القيادة مستقبلا. صحيح. وفي الحقيقة يمكن كمان كان في ملموس جدا برنامج التأهيل الرئاسي. طبعا. في الحقيقة ده لعب دور كبير جدا في تأهيل الشباب المصري على المستوى العام والمستوى التنفيذي. صحيح. خلونا نروح للشأن الدولي ونقرأ إعلان الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام عليف بحث الأزمة الأوكرانية ومفاوضات الضمانات الأمنية ما بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو. البيان بتاع الكريملين أشار إلى أن المكالمة اللي تمت ما بين الرئيسين تمت على خلفية الزيارة الأخيرة لعليف لأوكرانيا. وأشار البيان إلى اطلاع بوتين عليف على نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلفائها ومباحثات روسيا والناتو واجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والضمانات الأمنية الروسية المقترحة على واشنطن والناتو. تبادل الآراء تم حول الأحداث الأخيرة في كازاخستان، وأعرب الجانبان عن الارتياح لاستقرار الوضع هناك، ولا سيما بفضل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. أشار كمان إلى أنه تم التأكيد على نية الطرفين تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الأذربيجانية. خلينا من الأزمة الأوكرانية الروسية، احنا يعني متوقع انها تبقى ليها حلول قريب ولا ايه؟ شوفي، احنا نتمنى دائما ان تنتهي الصراعات في بعض البؤر. صحيح. لانه في الاخر احنا يهمنا السلام الدولي والامن الدوليين. يعني. دي نقطه اساسيه. لكن في الحقيقه الصراع بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي من جانب والروس من جانب اخر لن تنتهي، وسوف تستمر هذه الصراعات، لان دي مجموعه من المصالح، كل طرف له مصالح. روسيا شايفة أن هناك اتجاه من الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية للتوسع ناحية الشرق، وهي شايفة أن ده بيشكل مخاطر عليها. وفي نفس الوقت العكس، أن الجانب الغربي بيرى وتأكد أن هناك توغل وهناك عملية استعداد لشن هجمات على أوكرانيا، فبالتالي هناك مخاوف مستمرة بين الطرفين. وإنه الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية بترى ضرورة استمرار فرض العقوبات. لكن في نفس الوقت إنه روسيا بتحذر وبترفض مقترحات الجانب الآخر، فبالتالي الصراع مستمر. لكن في النهاية هو صراع مصالح بين الغرب وبين روسيا. وهذا الصراع مستمر ولن ينتهي، والصراع ليس قائما في أوكرانيا فقط، وإنما ممتدة في مختلف
صحيح. بعض في مختلف المناطق على مستوى العالم. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ حسن الرشيدي، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه. هنروح لفاصل وبعدها تلتقوا مع زميله داليا ولقاء مهم جدا. تابعونا صباح البلد.